يعني كابتن ربيع، كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا عن مجموعه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. لو حضرتك ليك تعقيب عاوز تتكلم فيه. لا الحمد لله احنا بفضل الله تعالى احنا جاهزين. الاهلي يعني مرشح بقوه، الاهلي طول عمره بفضل الله جاهز على المستوى الاداري والمستوى الفني، اسم كبير جدا بيلعب على البطوله مفيش كلام طبعا. وانا شايف ان مجموعته يعني الحمد لله مجموعه متوازنه جدا جدا. الترجي اهلي وترجي طبعا الكره في اوغندا تقدمت بشكل كبير، بوتسوانا برضو تقدمت، مفيش ماتشات سهله، لكن من وجهه نظري الحمد لله ان المجموعه دي احسن من الثلاث او اسهل شويه من الثلاث مجاميع اللي موجودين. المجموعات الثانيه فيها فرقه برضو عنيده وعتيته واسماء كبيره جدا وعندهم يعني شغل فني كتير يعني. انما مجموعتنا الحمد لله على المستوى الفني بفضل الله الاهلي يعني الحمد لله، والترجي فرقتين كبار عندهم خبرات كبيره جدا، يملكوا القدرات الفرديه والمهاريه على اعلى مستوى، طموحهم برضو بطوله، فانا ارشح الاهلي المصري والترجي التونسي. تمام مجموعة. يعني برضو يا كابتن ربيع خروج الزمالك من فرقه مجهوله المصدر ومجهوله الهويه اساسا ما يقلقكش شويه من الفرق اللي احنا مش عارفين تواريخها، الفرق اللي اول مره تشارك في دوري الابطال زي ما الاستاذ ممدوح قال؟ شوف الكرة ملاش كبير والكرة في الملعب مفيش كلام، بس من وجهة نظري انا لما بتكلم على الاهلي بتكلم بقلب جامد، توفيق الله سبحانه وتعالى ثم كل الاسباب الكويسة اللي ربنا بيأمر بيها في الاهلي. الكرة ملاش كبير، لكن المفاجآت دي مش في الاهلي، المفاجآت ليها فرقة تانية، بس الزمالك له اسبابه الادارية والفنية هنا واقعيين. اتكلم بش انما النادي الاهلي الحمد لله يميدوا ان هو نادي على المستوى البدني والمهاري والخططي الصفات الرياضية، الاهلي عنده طموح، عنده ركائز، عنده لاعب يقدر يصنع بطوله يفوز ببطوله، عنده اداره جيده، عنده جهاز فني، عنده خبرات. كل المنظومه ماشيه في الطريق السليم. التوفيق ده بتاع الله، لكن اللي يطمنك ان الاهلي بفضل الله تعالى الحمد لله ما فيش خوف، التوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم على المستوى الفني، الفني الحمد لله يطمنك لو انت قست سير المباراه فنيا في 90 دقيقه هتلاقي كل حاجه موجوده في قدرات النادي الاهلي وخبرات حسام البدري مدرب خبره كبيره جدا، مرت عليه مواقف اصعب ما يكون والحمد لله، فالاهلي تطمئن عليه لان المنظومه ماشيه في الطريق السليم. بس ممدوح بالك ماشيه في الطريق السليم، فالامور بقى امور ان انت يحصل على توفيق وعدم توفيق من وجهه نظر يعني بتبقى قليله جدا في الاهلي ومش في الاهلي، لان الاهلي بياخد كل الاسباب اللي ربنا بيقول، العمل، الاداره بتعمل، الجمهور مثالي ما شاء الله وبيشجع، اللعيبه بتتعب وبتجتهد وبتلتزم وبداخلها الاصرار والاراده في المكسب، المدير الفني بيجتهد ويشتغل ويحضر، بالتالي كل ده منظومه النادي الاهلي، عشان كده هي ناجحه وما تخوفكش، والاثار السلبيه مش في النادي الاهلي.